السياسي رجل الأعمال، صاحب شخصية المركبة والناجي من الموت مرتين. هو العنيد الاستعراضي الذي زارت تصرفاته وفيديوهاته شاشاتنا الصغيرة مراراً وتكراراً برقصة أو بمكان أو موقف غير مألوف أو بجملة لم نسمعها من أحد سواه. دونالد جون ترامب، الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية. ولد ترامب عام 1946 لأسرة مكونة من والدين من أصول ألمانية واسكتلندية وخمسة أطفال، وفي عام 1968 بدأ بالعمل في مؤسسة ترامب العقارية المملوكة لوالده قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لها. وخلال الثمانينات والتسعينات تعرض للكثير من الأزمات المالية التي واجهت أعماله، لكنه تجاوزها بشكل أو بآخر. ففي عالم الأموال ورجال الأعمال والمجتمع المخملى في نيويورك، كان اسم ترامب يتصدر الصحف، التلفزيون والإعلانات وكل شيء لا يمس السياسة. لم يعرف ترامب معنى الوظيفة الرسمية يوماً إلا بعد وصوله لمنصب الرئاسة، فكان منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو أول وظيفة رسمية وصل إليها بأعجوبة سياسية وسابقة عالمية أثارت الكثير من الضجيج والجدل حول العالم بدخول رجل الأعمال إلى البيت الأبيض محملاً بماض ابتعد عن السياسة وخباياها ودون مؤهلات رافعة أو حتى خلفية حزبية متينة، بل وإن مشاركته في السياسة الأمريكية كانت تقتصر على التبرع للحملات الانتخابية، إضافة إلى أنه غير انتماءه السياسي خمس مرات تقريباً منذ انضمامه للحزب الجمهوري عام 1987، لكن أخيراً وفي عام 2012 وجد ضالته السياسية في الحزب الجمهوري الذي انضم إليه أول مرة، وبات اللون الأحمر يلون حياته. في سباق الرئاسة عام 2016 وصل ترامب إلى السادة الحكم بعد انتصار حققه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تأثرت حملتها الانتخابية آنذاك بتبعات فضيحة حول تسريب الإيميلات وقضايا أخرى أصابت مفاصل الحزب الديمقراطي، مما فسح المجال أمام ترامب وخطاباته الشعبوية كما يصفونها ليأسر قلوب الأمريكيين وعقولهم بشعاراته التي كان أولها أمريكا أولاً. خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وقع ترامب على أمر تنفيذي منع بموجبه مواطني سبعة دول من الدخول إلى أمريكا، وسع الجدار الفاصل مع المكسيك، وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، كما انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية المناخ، ولم يتردد قبل الدخول في حرب تجارية معلنة مع الصين. وعلى الرغم من أن سياسة التعامل مع جائحة كورونا في فترة حكمه قوبلت بالانتقادات الكثيرة، إلا أن أمريكا عاشت فترة نمو اقتصادي كبير قبلها، وهو ما يردده ترامب دائماً خلال خطاباته ولقاءاته التلفزيونية. في عام 2020 خاض دونالد ترامب سباقاً مع الرئيس جو بايدن، لكن النتيجة حسمت لصالح الأخير. وطيلة السنوات الأربع الماضية لم يتوقف ترامب عن الادعاء بوجود تزوير في العملية الانتخابية، كما لم يتوقف عن السخرية من الرئيس بايدن، فكانت العلاقة بينهما مليئة بتراشق الكلمات والانتقادات اللاذعة. أما اليوم فها هو ترامب يعود إلى البيت الأبيض في سابقة حدثت مرة واحدة مع الديمقراطي غروفر كليفلاند الذي فاز مرتين غير متتاليتين في عامي 1885 و 1893، حيث وصل ترامب بعد عملية انتخابية لم يختلف العالم على وصفها بأنها الأغرب في تاريخ أمريكا، حيث تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال ولم يكترث بالقضايا القانونية التي حاصرته من كل حدب وصوب، بدءا بتهم تزوير سجلات أعمال وانتهاء بقضية شراء صمت الممثلة الإباحية والاستيلاء على وثائق سرية والتحريض على العصيان وغيرها الكثير من القضايا التي أدخلت ترامب التاريخ بأول صورة جنائية لرئيس سابق تمكن بعد التقاطها له ببضعة أشهر من العودة مجدداً إلى هنا إلى البيت الأبيض.